ما العادة وكيف ما عاودناكم وقيت باش نحكيو شوية على الكوب دافريك، باش نحكيو شوية على سبور دو مانيير جينيرال. مادام نحكيو على سبور حبيت زاد قبل ما تبدا وقبل ما نحكيو على الكورة حبيت نعدي ان غران 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 ميساج دو سوتيان لأونس جابر، أونس جابر نوتر شامبيون، أونس جابر اللي تونس كل تحبه، أونس جابر اللي حضرت برشا 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 التورنوا نتاع ملبورن. صديقتي نعرف أكل بوا كان مهم بالنسبة لها التورنوا نتاع ملبورن، كي كانت في سيدني تقلق شويه ظهرها دونك وقفت قالت نخلي شويه وقت للملبورن، ومالوغوزمون البارح هبطت على انستغرام تاعها اني ماهيش باش تنجم تكمل والبارتيسيب للتورنوا نتاع ملبورن اللي كان مهم بالنسبه لها برشا. دونك اونس ما نحب نقولوا لك رانا كلنا معاك، ما تخافش، سون دي شوز كاريف، مازال عندك الوقت، مازال صغيره والكل سنه لاباس اونس. ونذكروا زاد انه اونس راهو فتره مش بعيده برشا كانت مريضه بالكوفيد، مرضت بالكوفيد اونس وقتها في تونس لهنا. دونك ليتات فورم بوتيتر نتاعها زاد ما كانش كيما العاده، بما انه الاصابه بالكوفيد تعرف شنو تعمل للبدن. يعني ذا أونس كما قلت مازالت صغيرة، مازالوا لي تورنوا قدامها، إن شاء الله الجاي خير لأونس جابر، نستناو في دومي فينال ولا كاردو فينال، خاطر عملت كاردو فينال في أستراليا أوبن، كنا نستناو في حاجة ما خير في دومي فينال مثلا لأونس جابر ولا فينال ولا حتى تهز تيتر. أنا نستنى في أونس تهز جران شلام، تهز إلي كابابل، وحتى كان مش المرة ذي نعرفها أونس، نعرف كيفاش تخمم، وكلنا نعرفوا المونتاليتي نتاعها والمونتال القوي نتاعها، نعرفوا اللي تنجم ترجع في فورما واقوى برشا وتهز غران سلام كو سوا ملبورن ولا رولان غاروس ولا اللي هو سي دوس كون لي سويت. يلا نبداو في الكان، نبداو باخبار الكان، اخبار المنتخب الوطني التونسي، اخبار ليست ساره بعد اصابه 6 ملاعبيه بالكوفيد في مباراه مالي قبل 48 ساعه من مباراه مالي. البارح جاونا اخبار في الليل ماهيش ساره جمله، هو انه فما 3 حالات اصابات بكورونا في المنتخب الوطني التونسي بعد الفحص السريع على التيست رابيد. الاصابات هذه تاتي في صفوف المنتخب، بنحكيو على غيلان الشعلالي احسن لاعبي ممكن في مباراه موريتانيا بلوتو، بما انه بالخزري هو اللي خذا رجل المقابله في ماتش موريتانيا، لكن غيلان الشعلالي عدى ماتش كبير وكبير برشا، ريناه بارتو في التيران. علي معلول على الجهه اليسرى ضربه خايبه كذا، مازال لي بي سي ار اليوم يتعاملوا نضال، لكن لي تيست رابيد عطاو انه غيلان وعلي معلول وايمن دحمان عندهم الكوفيد. ان شاء الله ليه، ان شاء الله البي سي ار يكذب هذا، ولو انه صعيب برشا تيست رابيد كي يجي بوزيتيف صعيب ياسر انه يكون تكون نتيجه مغايره. اليوم باش يتم اجراء الفحص البي سي ار قبل مباراه غامبيا، المباراه اللي هي حاسمه من المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الوطني التونسي اللي في رصيده لازم يربح 3 نقاط والمنتخب في المرتبه الثالثه. وغامبيا ماهيش فريق ماهيش خاسر حتى ماتش راه، وغامبيا متصدر المجموعه الاولى، غامبيا 4 نقاط عندها هي ومالي، واحنا 3 نقاط وموريتانيا 0 من النقاط. خلينا ننظر لكباير لعب 9 ماتشات مع المنتخب منهم 7 ضد موريتانيا. موريتانيا عمرها ما ربحتنا، عمرها ما ربحتنا موريتانيا، واعرض نتيجه راهو في تاريخ مشاركات المنتخب أربعة في الكان، واعرض نتيجه في الدوره الحاليه هي 4-0 في الكوبا راب، زاد اعرض نتيجه عن تونس 5، تنجم تكون نتيجه اعرض لولا اذاعه ضربه الجزاء من طرف يوسف المساكني اللي هو ممكن النقطه لي تروا بينالتي الاخرانيين اللي جاوا لتونس ضاعوا زوز في الكوبا. أيه. مش نتبع معناها صحيح تو الخزري ضيع والمساكني ضيع استفهام ولا ايفون تو مثلا خالد بدر كان حاضر معنا بالتليفون نهار السبت حكينا على ضربه الجزاء نتاع وهبي الخزري في ماتش مالي، قال لي من وجهه عرفته باش يضيع هو ديجا، حتى كي تشوف البلاسمون نتاع ملاعبي تونس جاو كلهم على اليسار، كانوا يعرفوا وهبي الخزري باش يشوط في اللونغ هذاك، دونك كان يستناو انه الحارس باش يشدها ولا حاجه وباش يكملوا صحيح. دونك ضربه الجزاء انا حسب ما ريت وهبي الخزري معناها سيتي با مال تيري راهو نزال، وحمله انتقادات كبيره لوهبي الخزري في ماتش مالي، ولو انه ما عادش ماتش كاتاستروفيك هو جاب بينالتي، هو اللي تحرك ممكن اكثر واحد الكفرون اللي شاتها ونحاها غارديان مالي. وهبي الخزري في ماتش موريتانيا قدم ماتش امبيكاب
خمسة على خمسة وهبي الخزر نقوله في ماتش مالي دو دو بوت واسيست عدا ماتش ممتاز وهبي الخزري وطريقة الاحتفال متاعه كانت الولدو بون برشا هولو الاحتفالية متاع حمزة المثلوثي وهبي الخزري بون ممكن حمزة المثلوثي ماهيش مقبولة برشا بكري قلت لي ليه قلت لي ما أنا قلت لك ليه برشا شاهد أنا شاهد شاهد عليها شاهد كنت إيه حامي عليهم إيه لا لا ما كنتش نحامي صحيح ماهيش مقبولة لكن ماهيش زادة حاجة جراف ما ماش حاجة هو رينا برشا جوارات عملوها قبل دي غون جوار الكل بريسك ا مومون دوني وصلوا هذا قالوا يقولوا فما اشنع من كاك عملوا جوارات وزادوا يلعبوا معناتها في مازال نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي مثلا دينام برون اللي غاب على مباراه موريتانيا لاصابه بالكوفيد يغني في عائشه دينام البارح على طريقته يغني في عائشه في عائشه هاكا كورونا فايت هذه ستوري كاروكي هاي كاروكي يغني هو الجانب النفسي مهم جدا في الوضعيات هذية في دي تورنوا كيما هكا مع هاجس الإصابة بالكورونا تصور انت تبدا ترينا وتقول غدوة عندي بي سي ار بعد غدوة عندي ماتش مثلا يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يطلع التيست نتاعي نيجاتيف الجانب النفسي مهم جدا وراو المنتخب الوطني التونسي ما معاه حتى معد ذهني غادي على فكره نعرف انه الملاعبيه يخدموا ليه مهم جدا سؤال من مواطنة عاديه معناها حتى كان يطلعوا مش كورونا يطلعوا جوست نزله برد والا حاجه ما هم ينجموش يلعبوا زاده لا 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 ولا تلعب تلعب حتى وانت عندك دي كورباتور والكل نجم تلعب بجريب عادي جدا مايكل جوردن لعب احسن ماتش في حياته وهو مريض بجريب ذا ديوتا جاز عام 98 اسمه ذا فلو جيم اسمها هذيك المباراه هذيك اسمها ذا فلو جيم وباسكيت عاد جلنزا مو في الدم خويا سبيدي لابس وقتها لونه جلنزا لا والله ما تفكرش لا ما تفكرش ما تعرفش لون سبيدي اما سيرتينمون الاحمر والاكحل هذاك جوردن وان ما نصورش كان عنده سبيدري نحكيو على الاحاطه النفسيه اللي هي بالحق جلنزا عبستر عميمو نتاع الكره يعطيك الدي تايم تاع الدي تايم تاع الدي تايم الاحاطه النفسيه قلنا في لي غران تورنوا كيما هكا مع ملاعبيه عندهم الخوف والهجس من الاصابه بالكورونا مهمه جدا نعرف انه الملاعبيه يخدموا مع دي بريباراتور بطريقه فرديه لكن ما فماش معد ذهني حاضر غادي اللي هي نقطه استفهام مازلنا نحكيو على الكورونا بيير امريك اوباميانغ وماريو ليمينا غادروا معسكر المنتخب الجابوني السبب هو الكورونا والليزيون كاردياك لكن السبب الغير معلن حاتم انهم روحوا لمقر اقامه منتخب الجابون في حاله غير عاديه حاله سكر بالحق ثاني مره برفقه بعض الفتيات بالضبط مشجعات دونك وهبت ستاتو هبت ماريو ليمينا قال اني اعتزل اللعب دولين وشوهولي في سمعتي وهذا كل ومعروف عليهم الزوز ملعبيه هذا انهم الانضباط ربي يتفكر صغير ملياردير سكروا بخبر البارح سالوا الانترينور نتاع ليفربول دونك ذكرني في الاسم يورغن كلوب قالوا نتفرج في كوب دافريك ولا قالوا ما نتفرجش كان في ماتشات سنغال ومصر هما سوغي اللي ساني ما يتضربوش ما يتضربوش قال حاجه اخرى فيصل في 10 ثواني قال 5 ثواني قال انه ساديو ماني ونبي كايتا باش يطولوا شويه في الكان صلاح ما عنده وين ماشي تو يرجع الجمعه الجايه معناها يحكي على المنتخب المصري انه مصر مش باش يكملوا برشا في الكان.